في يوم من الأيام، وفي الحقيقة لا في الأوهام، كان الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام يتمشى بواحد من الأزقة، ووصل إلى عند أحد البيوت، وكانت أصوات الغناء والطرب تصل إلى خارج البيت، يعني كان صاحب الدار من أهل الغفلة والحفلات واسمه بشر. وبهاي الأثناء خرجت جارية بشر حتى ترمي القمامة خارج البيت. سألها الإمام الكاظم عليه السلام: هل صاحب البيت حر أم عبد؟ قالت الجارية: بل حر، لأنها ما فهمت معنى سؤال الإمام. الإمام قال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف سيده، وكان يقصد عبد حقيقي لله تعالى. دخلت الجارية أو سألها بشر عن سبب تأخرها. قالت: قابلني رجل مهيب اسمه موسى بن جعفر وسألني عنك وجاوبته. قال بشر: وماذا قال لك؟ قالت: سألني هل صاحب الدار حر أم عبد، فقلت بل حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف سيده. هاي الكلمات كانت مثل الصاعقة على قلب بشر، جعلته يفيق من غفلته، لأنه كان إنسان ذكي رغم غفلته، فهم المعنى، فكر أنه العبد لازم يكون طائع لسيده، فكيف به يعصي الله سبحانه وتعالى وهو الخالق والسيد والرب الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. خرج يركض حافي وراء الإمام وهو يصرخ: يا مولاي، تبت إلى الله. لذلك صار يلقب ببشر الحافي، ورجع وعتق جواريه وعبيده، وترك كل مجالس الغفلة، وصار إنسان مؤمن وزاهد، لا وأصبح مضرب المثل بالزهد والعبادة. بكلمة واحدة من حجة الله تعالى اهتدى. لما شخصية حكيمة تتكلم تقلب الموازين، ولاحظنا على مدار التاريخ تأثير كلمات علمائنا على الناس، فكيف بالإمام المعصوم؟ وأيضا بلحظة تفكر أو تأمل، وبلحظة قرار صحيح وبلا شك هو المعين الله، راح تنجح. لا تقل لا أستطيع، وباب الله سبحانه وتعالى مفتوح للي يتوب حتى يكون ناصر لإمام زمان.